والله والله شو شنو طلع مولانا معروف الكرخي رضي الله عنه. هذيل الباكستاني والافغاني من كتاب الطبقات الكبرى تاليف محي الدين الطعمي الاسيوطي المصري مجلد ثاني مكتبه يقولون يكتبون حتى لو بالهواء بالقلم الهواء بالقلم يقولون ان امانه امام شيخ معروف كرخي رحمه الله تعالى عليه است مقامه بالعراق بغداد كنا زرناه مع الوالد سيدي ثور فعلوتنا حق يقولون تسهيل الامور هو يقولون كان خادم الامام الصادق عليه السلام معروف الكرخي أستاذ الخرقة وحكيم الملة الإمام الجهود الحبر الكامل كان قطب وقته وحامل سر داود سكن بغداد. شنو معنى حامل سر داود سيدي؟ سيدنا داود يعني عليه السلام كان يغلب عليه البسط خلافا لمشايخه. شلون يغلب عليه البسط الحجازي؟ البسط البشر. ايه يعني بقى أموره مبسوطة مستبشر. الوالد كان بدرسه منصور يقول قبض والبسط جلال وجمال. البسط الاتساع. ايه صح. وكان يهدى اليه طيبات الطعام فياكل فيقال له ان اخاك بشر يعني بشر الحافي لا ياكله فيقول اخي قبضه الورع وانا بسطتني المعرفه. إنما أنا ضيف في دار مولاي مهما أطعمني أكلت. يعني الله. ونزل دجلة ليتوضأ ووضع مصحفه وملحفته فأخذتهم أمرأة فتبعها فقال يا أختي لا بأس عليك إنك ابن يقرأ وزوج. قالت لا. قال هات المصحف وخذي الثوب. ولما مرض قال تصدقوا بثوبي فإني أريد أن أخرج من الدنيا عريانا. وقد ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد. الله. أي والله. وكان معروف ابن الفيرزان أبو محفوظ العابد المعروف بالكرخي منسوب إلى كرخ بغداد العراق كان أحد مشتهرين بالزهد والعزوف عن الدنيا يخشاه الصالحون ويتبرك بلقاء العارفون. كان يوصف بأنه مجاب الدعوة ويحكى عنه كرامات. انتهى. وروى الخطيب بسندي في تاريخ بغداد عن عبد العزيز بن منصور عن جده قال كنت عند أحمد بن حنبل فذكر في مجلس معروف الكرخي فقال بعض من حضر هو قصير العلم فقال أحمد امسك عافاك الله وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. وروى الخطيب أيضا بسنده عن ابن شيرويه قال كنت أجالس معروف الكرخي كثيرا فلما كان ذات يوم رأيت وجهه قد خلا أو حلا فقلت يا أبا محفوظ بلغني أنك تمشي على الماء فقال لي ما مشيت قط على الماء ولكن إذا هممت بالعبور جمع لي طرفاها فتخطاها. وروي بسندي الخطيب عن يعقوب بن أخي معروف قالوا لمعروف يا أبا محفوظ لو سألت الله أن يمطرنا قال وكان اليوم صائفا شديد الحر فقال ارفعوا إذن أثيابكم قال فما استتموا رفع ثيابهم حتى جاء المطر. مدد مدد. وروى الخطيب بسندي عن محمد بن صبيح قال مر معروف على سقاء يسقي الماء وهو يقول رحم الله من شرب فشرب وكان صائما. الله. وقال لعل الله يستجيب له واختلف في وفاته. فقال الخطيب وصيح أنه مات في سنة 200 يعني من التابعين. وقال السري السقطي وقال الجنيد البغدادي شيخ الفقهاء والصوفي رأيت معروفا تحت العرش في النوم والباري جلت قدرته يقول لملائكته من هذا وهم يقولون أنت أعلم بما أنت أعلم يا ربنا منا. فقال هذا معروف الكرخي سكر من حبي فلا يفيق إلا بلقائي. وكان يقال عن استجابة الدعاء عند قبره معروف ترياق مجرب. يعني مولانا الواحد يجوز يروح عند قبر ولي ويدعي سيدي الحجازي؟ يجوز الواحد يروح عند قبر ولي ويدعي؟ يروح عند ولي قبر ولي ويدعي؟ الله. انت تقول مره رحت عند قبر واحد ولي وطلبته وجاك جواب. من هو ذكرني؟ الدسوقي. مدد ابراهيم الدسوقي. الله.